كلنا بندور وبنسأل ايه هو دور المسؤول النفسي او الاستشاري النفسي في حل المشاكل الاجتماعية والأسرية بين الأزواج، وكمان بنقرب بيه تقريب وجهات النظر ما بينهم وبين بعض في المشاكل الأسرية. كمان بنتكلم النهاردة عن الأبراج وصفاتها، وكمان هنتكلم باستفاضة عن هل الأبراج دي بتتوافق مع بعضها وهل الأبراج دي بتختلف مع بعضها ولا لا. كل ده هنعرفه وهنسلط الضوء عليه وعلى هذه الموضوعات مع الدكتورة أسماء سليمان عودة، استشاري نفسي وخبيرة أبراج. أهلا بك يا أستاذة أسماء. أهلا وسهلا، ازيك يا عاملة ايه؟ الحمد لله. أنت عاملة ايه النهاردة؟ منورانا النهاردة في الاستوديو. ميرسي، ده نورك. عاوزين نعرف منك يا أسماء ايه هي الدور الاستشاري النفسي لحل المشاكل الأسرية، بالذات المشاكل اللي بتكون بين الأزواج. هقول لك، خلينا في الأول كده بداية نعرف ايه الاستشاري النفسي. الاستشاري النفسي أو الدكتور النفسي ده حاجة اسمها معالج نفسي. يعني احنا دلوقتي فرانكلي بنقول عليه اكتر بطريقه يعني واضحه اكتر لايف كوتش، اللي هو بيعدل لك في طريقه سلوك حياتك، نمط الحياه نفسه بيحتاج تعديل في السلوك. الدكتور ده بيتعالج معاك ان هو بيسيبك تفضفض كل اللي جواك. كلنا دلوقتي اصبحنا ان احنا مشاكل اجتماعيه بتخلينا ستريسد، متوترين، قلقانين. بنروح لمين بقى؟ بنحتاج معالج نفسي يسيبنا نفضفض بصوت عالي، صوت مسموع، صوت اللي جوايا بطلعه بكل اللي هو بقى. هو بيقول لك، بيبتدي معاك ستيبس، هبتدي من ايه؟ انك انت تفضفض اللي جواك وما تقلقش من حياتك وما تبقاش ستريس. دوره اكتر يعني بيقرب لقلبك، بيخليك ما تبقاش قلقان وانت بتتكلم، بيبقى في راحه نفسيه ما بينكم عشان يقدر يتكلم ويفضفض كل طبعاً. دي من الاساسيات، انك انت لازم تكون مرتاح لللايف كوتش بتاعك او للمستشاري النفسي. طول ما هو في ما بينك وما بينه اللينك بتاع القبول، ان انت مرتاح له نفسيا، من هنا ستارت. حتى بصوا يعني ستارت نفسيه، فانا مرتاح له نفسيا، اذا انا مش هبقى قلقان، هبقى طبيعي وانا بتكلم معاه. حتى الحاجات اللي احنا بنسميها بتبقى جوانا ما بنبقاش قادرين نطلعها لاي حد او مش سهل نطلعها لاي حد، انا بروح اعالج نفسي معاه ان انا بتكلم في كل حاجه قصاده. وطبعا الرابط ما بينهم بتبقى الثقه دايما. هو لو واثق في اللي قدامه هتلاقيه بيقدر يقول حاجة. كل اللي هو عاوزه دون بالزبط. اي خوف ودون اي قلق او اي توتر، مش هيتحط اصلا في اللي هو ضغط ستريس. وكل ما يكون كمان المعالج النفسي او الاستشاري النفسي في سنه، الجينيريشن بتاعه قريب من الجيل اللي معاه، ده بيبقى افضل. يعني مثلا لو احنا نتكلم عن الناس الكبار، لما انا بروح لحد كبير برضو في السن اكتر، ده بيبقى مريح اكتر، لان هو بتبقوا في تواصل ما بينكم في الفكر. تمام. ما بيبقاش التواصل بعيد، كل ما يكون الكونكشن بعيد كل ما بيكون انت فاهمني. صح. لايك ذات يعني. طيب احنا بنسمع عن حالات طلاق كتير قوي بتمر طبعا في الفتره اللي احنا فيها دي، وعايزين نعرف ايه هي اسباب اللي دايما بين الازواج بيحصل ما بينهم مشكله كبيره وتوصل للطلاق. خليني اقول لك حاجه بدايه كده، ايه اللي بيخلي اسباب الطلاق؟ دايما كلنا عايشين في سيركل بنقول اللي هو اول ما بنبتدي في اي علاقه او ما بنخش في اي علاقه هتلاقينا بنغني اغنيه كارمن سليمان، فنانه كارمن سليمان، ربنا يخليك لقلبي. بنيجي في الاخر نقول جابوا سيرته الفنانه اصاله. طب يعني ازاي؟ هو ده بقى اللي بيحصل، مشاكل بتحصل هنا. هنا بيبقى انا بالنسبه لي اللي بيبدا ايام مشاكل الطلاق من البدايه، لازم اكون بفكر في التوافق الاجتماعي، التوافق الفكري، التوافق المادي، التوافق كل ما في يتدرج تحت التوافق احنا لازم نكون بندور عليه، لان ده بيبقى دور اساسي جدا. زائد كده بعد ما بنبقى في اول علاقه ما ينفعش نمثل على بعض كتير، لازم نكون تبقي تلقائيه وعفويه باقصى. يعني انا بنصح كل البنات مش لازم نلبس وش ميك اب خالص، لان سبب من الاسباب ان دايما لما بيجي بقى مرحله الجواز بيبداوا يبانوا كل واحد على طبيعته، فبتبدا المشاكل بتيجي تبدا بقى المشاكل. ليه؟ لان احنا بنبقى فتره الخطوبه او فتره ما قبل الخطوبه بنبقى كل واحد بيمثل على التاني احسن ما عنده، بنعمل البرفكشن عشان نبقى اتراكت لبعض. لا ده مش صح خالص. كل ما فتره الخطوبه كانت بتطول برضو بنعرف بتقابلنا مواقف بتثبت لنا. ودي من ضمن الحاجات اللي انا هديها هنت للبنات في الاخر، ان احنا يعني نطول على اقصى ما يمكن. ما نقولش اصل السن، اصل العجله، اصل مش عارفه الحياه هتجري، اصل خالص. خدي وقتك، وخدي وقتك باقصى ما عندك، لان هو ده مش ده اسمه قرار مصيري. انت بتغيري من شفت حياه لشفت حياه تاني خالص. لو انا مش قد الجواز ومعرفش يعني ايه جواز، ما فيهاش حاجه لما بكون معتمده على نفسي في حاجات كتير واعيش، لكن معيش وعايش ناس تانية هتيجي معايا تحت بند اسمه الطلاق، وهو مش سهل. انفصال عامه مش سهل، بيسبب مشاكل نفسيه. قبل ما بيسبب للطرفين بيسبب للاطفال، بتخلي الاطفال طالعه مشتته. حتى لو احنا قلنا لا عادي، لا بتطلع مشتته من جواها نفسيه. طيب هنيجي بقى لحته الابراج. كتير مننا مهتمين بالابراج، الابراج طبعا احنا هنتكلم عنها باستفاضه دلوقتي. انا بالنسبه لي في جزء كده في الابراج مع النفسيه ربطه هايله. يعني انا بشوف الابراج مش الابراج اللي هو الحظ وتوقعات وتاروت، لا انا بالنسبه لي الجزء بتاعي اللي هو صفات. يعني بجيب الصفات بتاعت برج وبرج، مثلا زي مثلا هنقول برج الجدي مع برج الحوت، برجين
البرج بتاع الجدي فيه صفات بتتوافق مع برج الحوت. ليه؟ لان الحوت اهدى، الجدي رتمه اسرع وعنيف اكتر ورد فعله سريع اكتر، هتلاقي الحوت ده عنده ابطا، فمن هنا بيحصل التوافق. ده بالنسبه لي. طيب احنا معانا اتصال تليفوني. معانا طبعا معانا ولاء. السلام عليكم. اهلا بيك يا ولاء، اتفضلي. لو سمحتي، انا برج السرطان. برج السرطان، ازيك يا ولاء الاول؟ وجوزي برج الجوزاء. طيب ازيك الاول؟ ايه؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انت عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. انا هقول لك، هو انت وقع في مشكله شويه. الاول يا ولاء ونسمعي الاستاذه اسماء معاكي. تمام. ان هي ولاء وقع في مشكله هايله، الجوزاء. الجوزاء في الرجاله، معلش خلينا بقى صراحه على طول، الجوزاء في الرجاله. انا هجيب لك، هبتدي لك بالعيوب واقفل لك بالحاجه الكويسه اللي هو خد ختامها مسك. هو بصي برج هايل وكل حاجه، بس هو مشكلته انه بيتعب اللي معاه، هو دايما اب اند داون، هو ما عندهوش انه بيثبت على حاجه. الكيرف بتاعنا ممكن يبقى ماشي كده، الجوزاء ماشي كده، ما بيعرفش، هو ما عندوش ثبات على رايي. هو مشتت من جواه اصلا، بس على قد كده هو ما بيحبش المشاكل. يعني الجوزاء جيبيله مشاكل وحطيه في ستريس بيهرب. أيوة. بيركب اول طياره. طيب لو هو بقى مع السرطان، ان هي برضو سرطان، مع السرطان، السرطان اهدى شويه، بس السرطان ممكن هي يعني هي الفيلينجز بتاعتها هتبقى هي المشاعر اكتر. هو يعني البرج بتاع الجوزاء افعال مش كلام قوي، يعني هو مش رومانسي انه يقعد يقول كلام كتير، فهتلاقيها هي اللي ممكن تكون بتتكلم اكتر، شاطره في ان هي يعني تعرف تشد في العلاقه اكتر. هي ممكن تكون، هو يعني هنقول من الاخر ان السرطان عليه الدور كله. السرطان عليه الدور كله. الجوزاء لا، بس الجوزاء خلينا نقول برضو عشان ما ننساش نقول الحته دي، الجوزاء من الابراج الناجحه جدا، يعني ستوبلس اصلا، هم في النجاح على طول ما شاء الله ماشيين لقدام، طموحين جدا واثقين من نفسهم جدا. طيب ان احنا يعني في سؤالنا بقى الاساسي ده احنا هنتكلم عنه بخصوص الابراج، هل فعلا في حاجه اسمها توافق بين الابراج؟ هقول لك انا بقى، توافق ما بين الابراج هي اسمها توافق صفات مش توافق ابراج، يعني توافق صفات. انا في عندي برج زي ما قلنا برج جدي مثلا، فور اكزامبل برج الجدي صفاته كتير سخنه، برج تاني برج الحوت صفاته كتير هاديه، فيحصل من هنا التوافق. لكن مثلا تجيبي لي برج زي برج العقرب وبرج الجدي، مش بفضلهم لبعض، دول ده دايما هو متسلط ودايما متمرد ودايما عايز كل حاجه بتحصل في الوقت وفي الساعه وفي الحين، الجدي ما يقبلش ده. طيب معانا اتصال تليفوني. اتفضلي. معانا انوار من البحيره، اتفضلي يا انوار. انا برجي 2/6 وجوزي 11/9. كنت عايزه اسال، قولي تاني كده معلش، 2/6 وايه؟ و11/9. 11/9. 11/9. طيب 11/9 تقريبا العذراء، وهي الجوزاء. تمام. برضو خلينا نقول ان الجوزاء، جوزاء معنى متعب انه متعب، بس على قد كده هم صاحبه برج جدع، برج بتحسي ان هو مشاعره حاضره في الستات اكتر. أي. في الرجاله العكس. جوزها العذراء، لا جوزها مطلع عينها شويتين ثلاثه، لان انت لو مش مركزه مع العذراء ومش واخده بالك من اقل تفاصيله، البرج ده محتاج، هو برج يعني افعال وحنانه بيطلع في الافعال، بتصدر في افعال على طول، بس هو دماغه صغنطوطه شويتين، قماص شويتين، يعني ناخده على قد عقله. عليكي نور، ناخده على قد عقله. فهي اللي هتكون برضو في العلاقه دي الجزء اللي هيبقى يقدر يدير اكتر. على فكره العذراء ما بيحبش المسؤوليه في الرجاله، شاطر في نجاحه وشاطر في كاريره وفي الجزء العملي، بس الحياه الشخصيه للاسف بتلاقي الطرف الثاني هو اللي بيديره اكتر. طيب انا عاوز اعرف منك احسن برج عنادي عشان ما بقاش نسيب العذراء جدا، سواء بنات او اولاد. طيب انا عاوز اعرف منك احسن برج في صفاته. طيب خليني برضو اقول حاجه ثانيه عشان قبل ما انسى النقطه دي، كلنا كابراج او كلنا كبني ادمين موجودين فينا صفات. الابراج دي بقى بتحدد نسب الصفات دي، يعني كلنا فينا كل الصفات دي، الجدي فيه العند، الاسد فيه العند، كل الابراج فيها. بس ما اعتقدش ان السرطان عنده عند. لا السرطان عنده عند، بس عنده على قد كده. مش اللي هو حاجه تقلقي منها. جدا جدا، ومشاعري، وبيخدم نون ستوب خدمه للبشر وللجميع، يعني هو برج بطبعه بصراحه. استاذنك يا اسماء، معانا محمد من الشرقيه، اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. اتفضل سؤالك يا محمد. سؤالي يا فندم، انا مواليد 30/4 وزوجة 19/1. 30/4 و19/1 و19/1
شكرا ليك يا محمد. الجدي. طيب خلينا برضو نقول ان 19 واحد هو ده جدي. عايزة دايما اقول ان اخر ايام البرج مع اول ايام دايما بتخليك مشتت، بتاخد من البرج ده شوية وده شوية. فكده احنا عندنا قلنا الجدي معاه 19 كام؟ الحمل صح؟ 19 واحد. السور السور يبقى السور السور مع الجدي. السور مع الجدي، السور عنيد جدا جدا، برج اقصى يعني انت عارفه ان هو ممكن برج يخسر مصلحته ويخسر حياته قصاد العند، بس هو برج برضو بتكسبيه بورده مش بتاع مظاهر. برج انت ممكن تسيطري عليه بكلام حلو وبطبطبتك يعني بتطبطبي عليه، مش برج مش يعني تعرفي تكسبيه، بس هو عصبي بيحط نفسه دايما كده ستريسد، دايما حبه بيعبر عنه بعصبيه. خلينا نقول بقى البرج الثاني جدي قصاده برضو العند، بس الجدي وانس انه يحبك او ان هو يحطك في مفتاح الثقه بتاعه كده انت كسبت قلب الجدي. وعشان تكسب الجدي نصيحه مني، هو اسمه محمد صح؟ عشان تكسب برج الجدي خليك دايما افعال، اثبت له بافعالك، هو بيحب الافعال، هو بيحبش الكلام، بالنسبه له الكلام ما بيهتمش بالشخص ده. طيب بالنسبه للابراج الغير متوافقه مع بعضها، هل فعلا بيحصل ما بينهم مشاكل؟ طبعا طبعا، يعني خلينا نقول زي ما كنت لسه بشير ان برج الجدي مع برج مثلا العقرب، او نقول العقرب مع برج العذراء. انا هجيب لك كذا برج ان انا شايفه ان ممكن ما بينهم بتحصل الكلاش بوينت او بتحصل التصادم. التصادم لما بيحصل بيحصل بسبب الصفات، لان الصفات هي اللي بتسيطر علينا في التعامل وفي التصرف. زي ما بقول لك العقرب عايز اللي معاه دايما يطيعه، دايما يبقى بيلبي له اوامره دايما حتى هو نمبر 1. عندك برج زي برج الجدي صعب عليه ان يتكيف مع الصفات دي، ما يقدرش يتاقلم مع الصفات دي بسهوله. برج زي برج الثور ما يقدرش يتاقلم مع صفات العقرب دي بسهوله. فمن هنا بقى بيجي التصادمات في الحياه، من هنا بتيجي بقى هي الصفات هي اللي بتخلينا لو احنا ركزنا في صفاتنا يبقى هنركز احنا اللي معانا ينفعنا ولا ما ينفعناش. طيب هنيجي لنقطه بقى مهمه جدا عن برج السرطان، انا هركز على برج السرطان هركز عليه شويه، عاوز اعرف مميزاته وعيوبه وايه الابراج اللي ممكن تتناسب معاه او تتوافق معاه. انا كنت عندي على البيج بتاعتي حكايتنا مع ابراجنا، انا عندي بيج اسمها حكايتنا مع ابراجنا، بتكلم دايما ان السرطان بيخدم بقلبه قوي. فالسرطان من الاخر لما بيجي، فاكره المثل اللي يقول لك اللي بيتلسع في الشوربه بينفخ في الزبادي؟ ده هو بيحط ايده 5-6 مرات في الشوربه. ليه بقى؟ لان هو بالنسبه له انا ما اقدرش، طالما وثقت فيك وحبيتك مش هبطل ان انا اخدمك بقلبي. حتى لو هو شايف من الشخص ده ان الشخص ده مش على قد هذه الثقه او على قد وغدر مثلا، ما بيتعلمش بسهوله. هو بالنسبه له بس هو بيبعد بايه؟ هو بيبعد السرطان بيبعد ماشي، بس لا بس دايما عنده وفاء للي قدامه قوي لابعد الحدود، بيديك فرص كتير تمام. ولو مع مره 2-3 مش هيعلم عليك بسهوله، يعني في ابراج لا نصحه طول قدفت خلاص شكرا كيك اوت. طيب هناخد اتصال معانا ام عبد الله. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا ام عبد الله اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ لو سمحت انا معايا برج ليا انا وجوزي وبرج مامتي وحماتي. طيب قولي ليكي وجوزك انت الاول. ماشي، انا 10-12 وجوزي 20-4. 10-12 و20-4 و20-4 10-12 ده عدد شوف التعاطف بينهم في كل حاجه يعني. خلاص 10-12 يعني بس بركز في التاريخ كده يعني. ماشي في اللي حب لو سمحتي معايا معاكي 27-12 وجوزها 29-1. طب اركز في دول الاول. طب بصي 1-1 لا ما كتبتش. طب قولي تاني كده كام؟ 12 10-12 10-12 انا 10-12 برج القوس 4 9-4 20-4 20-4 خلاص كده يبقى أيوه. احنا نركز بس القوس والحمل. 27-12 كم؟ 27-12 احفظي انت 27-12 وايه؟ وجزعه 29-1 29-1 خلينا في القوس والحمل. القوس والحمل طول ما مرقة القوس طول ما هي محطوطة في كيان ماشي شكرا ليكي زوج وبيت هتلاقيها كيبون زي ما بيقولوا، هتحافظ على ده، هتبقى شاطره في انها تحافظ على كيان بيتها وجوزها وكل الكلام ده. جوزها الحمل انا بنصحها ما تخشش معاه في مجادلات كتير. الحمل عصبي شويه، عصبي وغير عصبي، دايما عنده اللي بيطلعه هي كلمه الحق، انت ما تجيش تجادلني فيها، انا قلت مثلا جيتي سالتيه على حاجه معينه انت بتجادليه فيها وبتحسسيني ان الكلام ده مش صح، كلامك غلط، ما بتعرفيش توصلي معاه، هتتعب طاقه، هتطلع طاقه كلام كتيره مش مفيده، وفي الاخر هتلاقي الحمل بطريقه ما كده كده هو ماسك فيك وبيتمسك بيكي وهيبقى عايزك انت بس. على فكره رجاله الحمل برضو خليني اقول هم مش من الرجاله اللي ممكن مثلا نزوه او خيانه تخليهم يخسروا حياتهم او بيتهم او كيانهم، دي من الابراج برضو اللي طيب عايزه اركز عليها. في
27/12 و29/1. جدي وكام؟ 29/1. 29/1 دلو. ما قالتش راجل او ست صح؟ هو قالت ازواج برضه. ماشي بس 27/12 احنا قلنا الجدي عنيد، الجدي عشان تكسب قلبه وتبقى مفتاح قلبك كده معاه يبقى لازم الافعال، اثبت له بافعالك، ما تعاندهوش، ما تخشش معاه، ما تبداش تحسسه ان القصه داخل فيها عند، لان هو لما بيبتدي يشم ريحه العند بيبتدي يكبر الموضوع مع نفسه. أيوة. هو برج يبلك جد قوي وهو جواه اصلا روح فاني بطريقه رهيبه. بالنسبه ده الجد، بالنسبه بقى الثاني دلو عنده ثقه في النفس هايله. بقول لهم خلوا بالكم واهدوا شويه لانها بتوصل معاكم احيانا للغرور وما بيردوش يسمعوا من حد. الدلو عيبه في انه براكتيكال اكتر، عملي، برج عملي اكتر، مش هتلاقي مشاعره على طول حاضره. هناخد اخر اتصال بقى معانا حنان. اتفضلي حنان. الو الو. ايوه حنان اتفضلي. هو انا 8/1. 8/1. 8/1 وايه بقى؟ لا هي 2003. طب تمام ماشي حنان شكرا. طيب هو كل اللي جاي الجدي، شفت الجدي سيطرة، هو برج سيطرة. برج الجدي خليني اقول هو فايتر، برج محارب، برج يعني عايزه اقول لك من الابراج اللي ممكن تقع وتقوم، تقع وتقوم، ما بتحتاجش حد يبوشهم، ما بتحتاجش حد يسندها، يعني حتى لو في حواليها سند، كلنا محتاجين سند ومحتاجين طبطبه، بس هو من الابراج اللي يقوم ويقع، يقوم ويقع. مشاكله كتير في الحياه مع نفسه بس برده ناجح، عايز يوصل باي طريقه، كسول بس في الرجاله ممكن نقول لا الحته دي عنده احسن، الستات في البرج ده كسولين، ممكن اللي عطلهم الكسل شويه. برج مشاعره مش حاضره قوي ومش رومانسي قوي، بس عشان تكسبي قلبه انت اثبتي له بالافعال، تلاقيه يوم ما انت بتوصل لبرج الجدي بحته معينه اللي هي بيسموها الستيج بتاعه الحب، خلاص في ما بينكم ثقه، الجدي بيسلم. طيب بيسلم. سؤال بقى، سؤال داخل الاستوديو، عاوزين ستات الحمل. ستات الحمل. طيب برج ستات الحمل، عارفين اغنيه بوسي الفنانه بوسي ليه عندك واحده؟ طبطبت في حضني وهننت ويا ما خفت عليكم اتجننت ليه عندك واحده؟ دي برج الحمل في الستات. برج الحمل في الستات اصلا ابراج بتدي تشانس، بتدي فرص، بتقف جنبك، بتسندك، بتساعدك. امتى بتقلب عليك؟ لما بتلاقي ان انت ما فيش منك رجعه وبتتقفل قفله، ساعتها ما بتعرفش اصلا تدخل قلبها تاني، يعني خلاص شكرا. فهم من الابراج الحلوين، انا بشوفهم من الابراج البوزيتيف لست كده تحسيها معتمده على نفسها، مش محتاجه، كلنا قلنا زي ما محتاجين سند، بس هي يعني تقدر تعمل كل حاجه من غير الطرف الثاني. طيب سؤال بقى يا اسماء، انا عاوزه اسالك على حاجه. دايما كلنا بندور على حل للمشاكل، اكيد انت صدفتك مشكله بس بدون اسامي، عاوزه اعرف منك حلتيها او وصلتي ليها ازاي في حل. طيب خليني برضو عشان ابقى اكدت على الموضوع، ان قلت لازم في اختياراتنا قبل ما ندخل مرحله الجواز لازم اكون عارفه يعني ايه اصلا مؤسسه الجواز، لازم اكون عارفه الاساسيات اللي فيها دي تناسبني ولا ما تناسبنيش، فعشان اعمل ايه علشان ابتدي اقدر انا ما امثلش في العلاقه. زي ما قلت ننصح الناس احنا ما بنمثلش على بعضنا، احنا نتكلم بتلقائيه وعفويه ونطلع كل اللي عندنا، لان احنا كده كده هنتحط تحت سقف واحد. يعني انت اسماء قابلتي المشاكل كلها بسبب الموضوع ده؟ واكتر الناس اللي جات لي كيسز ان هم ما بيبقوش واضحين مع بعض في البدايه، ودور تاني عايزين ندوس عليه، دور الاهل، دور مهم وعامل مهم. الاهل لازم يكون بيربوا عند ابنهم وبنتهم يعني ايه جواز ويعني ايه مسؤوليه. للاسف في دلوقتي اجيال طالعه يعني شاربه دلع شويه، ما عندهاش مسؤوليه ولا تعرف يعني ايه جواز ومسؤوليته، وكمان بيحصل من هنا المفروض دور الاهل يدخل في الموضوع ده. يمكن دي اكتر المشاكل اللي ممكن تكون بتقابلنا. بالظبط. ومن دور الاهل كمان ان احنا يعني دي حته برده مهمه قوي، لما يكون في علاقه يعني انا شايفه انها موفقه من ناحيتين من الطرفين، انا شايفه ان هي موفقه فما ساعدش على هدمها، مش عشان شويه نظريات عندي انا مثلا سواء كان من الام او الاب العمليه مش ماشيه معايا انا من ناحيتي، لا انا اقرر ان الشخص ده يعيش مع ابني او بنتي، فما اقيس الدور، ما اقيس الموضوع على تعاملي انا مع الشخصيه. فالاهل لازم يكونوا لهم دور اللي هو البيزكس زي ما بيقولوا عليها الاساسيات، او الحاجات اللي هي بيتقال عليها احيانا المتعودين عليها العرف بتاع الجواز، لازم الاهل يكونوا بيساعدوا في ده، لان لما بيكون دور الاهل واضح ومشرف في الحته دي كل ما بتكون العلاقه بيزيد فيها الحب والموده والرحمه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقولهم. فدي حاجه احنا لازم نركز فيها برده. وخلينا نرجع للسؤال بتاعك انت اللي كنت بتقولي ان ما منشنش اسماء. انا مثلا على سبيل المثال في قصه كانت من الصعيد، وكانت حد بيقول لي انا جوزي على طول مش بيخليني امسك موبايل، مش بيخليني اعمل حاجه، مش بيخليني،
مع النقيض ان هو على طول 24 ساعه ما بيقعدش يتكلم معايا. يعني هو مش بيخليها تمسك تليفونها خالص ولا بتتعامل على السوشيال ميديا. بيت وشكرا. لا طب هو كده واخد حريتها يعني. بالظبط. انا قلت لها فانت تحاولي معاه بطرق، مش اللي هتقولي على طول الانفصال، انت تجيبيها بالعقل وبالذكاء اللي هو طيب انت دلوقتي لو انا مثلا مسكت تليفون كده ما مسكتهوش وقعدت معاك هنتكلم وهناخد وهندي، كانت تقولي لا ما كانش بياخد بيدي. ما هو لو منعها مثلا عن التليفون بس هو معاها وبيكلمها ودايما بالظبط يعني هيشلها الفراغ اللي جواها، هتتشغل هتنشغل، فبالتالي مش هتدور على التليفون او على السوشيال ميديا تضيع وقت فراغها فيه. عليكي نور. فانا عشان كده قلت لها انت الصح بقى انك تعملي ايه، تقولي له انا مش هشغل وقتي في حاجه ان انا هضيع وقت، لا انا هعمل حاجه كويسه جدا زي حاجات الاونلاين ان احنا مثلا نضيع وقت عليها. معلش اسماء معانا مكالمه. انا زينب، اهلا بيك يا زينب. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي 25/12 كله جدي. اه وانا 3/4 3/4 اه ماشي شكرا. 13/9 طب بصي واحده واحده تعالوا على حكايتنا مع ابراجنا هتلاقوا كل ده متفصل فيه. تابعي الدكتوره اسماء على السوشيال ميديا على الفيسبوك حكايتنا مع ابراجنا. بالظبط. هترد على حضرتك دلوقتي. 25/12 ده بالنسبه لبرج الجدي. 3/4 خلينا قلنا الجدي عنيد. شكرا لك يا زينب. بيحتاج 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 وقت كتير عقبال ما توصل لقلبه. الجدي برج محارب، برج عايز يوصل، طموح. بس ابعد عنه في فكره انك ما تخشش معاه اي حاجه تحسسه ان يا ده يا ده، هيختار ساعتها الحاجه اللي ما تخليهوش قليل في اللي قدامه. ان انا السيكه جيت على نفسي، عنده عزه نفسه وكرامه دايما باصص لها لفوق حاططها في التوب. بس انا لو كان وقت الحلقه يسمح كنت هرص الابراج اللي هي العند عندها عالي قوي كده. انت خلصتي؟ طب 3/4 3/4 الحمل. الحمل قلنا عنيد سخن، بس خدي بالك رد فعل سريع من هنا ورد فعل سريع من هنا، فده اللي نخلي بالنا منه. يعني الحمل ما عندوش عند للدرجه اللي تخوف، بس الحمل عنده رد فعل سريع سخن، برج سخن شويه. نفس الكلام الجدي، رد فعل سريع من غير اي، الجدي ما بيطلعش الكلام هنا، هو كده بس نون ستوب ان هو بياخد الموقف تلاقيه بيتكلم بسرعه ما بيرجعش الكلام للعقل فوق، فده بيعمله مشكله. اسماء مشكورك جدا، حلقتنا بجد خلصت بسرعه قوي. اتمنى ان انا اشوفك تاني عشان نكمل باقي الابراج بقى ونكلم يعني باستفاضه اكتر عن مشاكل الازواج محتاجين. وطبعا عايزين ندي لهم نصايح اكتر واكتر عنها اكيد. وعايزين كمان المشاهدين لو عايزين يتابعوني في موضوع الابراج او في اي حاجه نفسيه، في بيج على الفيسبوك على السوشيال ميديا اسمها حكايتنا مع ابراجنا، يقولي عليها وانا ان شاء الله هرد على كل اسئلتهم. ميرسي جدا ليكي يا اسماء، وبشكر كل مشاهدينا. اتمنى الحلقه تكون نالت اعجابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من لقاء مع ايه.